النقطة الأخرى وهي موقف السودان. موقف السودان الحقيقة بدأ في البداية، في بداية المشكلة، أنه متفق مع مصر ويعارض بناء السد، ولكن تدريجيا بدأ الشكل يتغير. قالوا لو الظاهر على الحياد في بالظبط، الأول. لا لا، بعدها انتقل انه يبقى محايد، وان هو يتوسط ما بين مصر واثيوبيا، ثم انتقل الى التأييد العلني والزيارات المتبادله. وحقيقي السودان، صحيح هو السودان المستفيد الاول من سد النهضه اكثر من اثيوبيا نفسها، علشان هياخد كهرباء ببلاش، هياخد كهرباء ويتحكم في الفيضان اللي هو بيغرق النيل الازرق كل سنه، وهيمنع الطمي عن السدود السودانيه اللي اخرها علوا سد الرصيرس يعني حوالي 10 متر علشان ملئ 50% منه بالطمي. بالطمي. والحقيقه وهينظم المياه، هتبقى بتمر طول السنه وبالتالي السودان يزرع طول العام، لكن دي كلها منافع ظاهريه. هناك خطر شديد جدا، والحقيقه انا بشبهه بعربيه مرسيدس حديثه جدا لكن ما فيهاش فرامل. فهذا السد بالنسبه للسودان هو فعلا عربيه مرسيدس من غير فرامل. ففي منافع ظاهريه، ولكن لو حصل انهيار، وده متوقع جدا لان كما حضرتك ذكرت ان مواصفات السد مبالغ فيها للغايه، ولا يوجد سند هندسي لهذه المواصفات، فاحنا بنقول للسودان الحقيقه يعني هو لم يحسن الاختيار بالتأييد الكامل لاثيوبيا، لان يعني في، وده قلته في السودان الاسبوع الماضي، ان لو السودان وقف مع مصر، مش هنا ضد اثيوبيا، احنا خلاص احنا مش ضد اثيوبيا في اقامه مشروعات تنميه ولكن لا تضر الاخرين. السد لو بالسعه التخزينيه 74 مليار هيحقق للسودان المنافع اللي ذكرتها كلها، ولو تخزينه 30 40 مليار هيحقق للسودان جميع هذه المنافع. ليه السودان ما خدش موقف مع مصر ان هو يحمي نفسه من الخطر في حاله الانهيار، ويوافق على تخفيض السعه، وفي نفس الوقت هيحصل على جميع المنافع؟ لم يحدث هذا الموقف.